سعدت والله لهذه الزيارة والاطلاع على برامج الجمعية وأهدافها، وزاد من إعجابي أن تكون مبنية على أصول مهنية واحترافية في تحقيق هذا الاهتمام بهذه الفئة. لا شك التعامل مع مثل هذه الفئة حساس، ما اطلعت عليه من نوعية البرامج وأيضا ما تقوم به الجمعية من سجلها الحافل خلال 10 سنوات ما شاء الله، تعطي قناعة وتعطي ثقة أن مثل وجود هذه الجمعيات في مجتمعنا يؤكد صلابة المجتمع والحمد لله وخيرته. نحن في جامعة الملك فيصل يسعدنا تقديم ما يمكن تقديمه لبرامج وأنشطة الجمعية، سواء من دراسات أو متخصصين أو غيرها من برامج تحتاجها الجمعية. سنضع إن شاء الله برنامج تعاون وشراكة تحقق إن شاء الله تعالى مزيد من الدعم والمساندة للجمعية.